هذا هو أخطر طريق للهجرة البرية في العالم، شهد وفاة المئات ومعاناتهم في العبور للضفة الأخرى والحصول على حياة أفضل. إنه الطريق الحدودي بين أمريكا والمكسيك. المنظمة الدولية للهجرة نشرت أرقاماً حديثة عن حالات وفاة واختفاء للمهاجرين العام الماضي، وهي تمثل أدنى التقديرات المتاحة وفقاً للمنظمة، أي أن هناك احتمالاً بأن تكون الأرقام الفعلية أعلى. The International Organization for Migration documented the deaths and disappearances of 686 migrants on the US-Mexico border in 2022, making it the deadliest land route for migrants worldwide last year. The figure represents nearly half of the 1,457 migrant deaths and disappearances recorded throughout the Americas last year. الأرقام أشارت إلى أن معظم الضحايا كانوا من الدومينيكان وهايتي وكوبا، وارتبطت نصف الوفيات المسجلة بعبور صحارى سونورون وتشيواون،